لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السوداني الأستاذ عمر الكردفاني. مرحبا بك معنا أستاذ عمر. مرحبا بكم، وأنا سعيد بالانضمام إلى قناة التاسعة لهذا اليوم إن شاء الله. أهلا وسهلا السيد الكردفاني. بعد الحديث في السابق عن زيارات متبادلة بين بورت السودان وروسيا وأيضا العلاقة مع إيران، واليوم ذهاب البرهان إلى الصين، يعني هذا التوجه شرقا، توجه الحكومة السودانية والجيش السوداني، ما الذي قد يضيفه للسودان حكومة وجيشا أيضا؟ هو في الحقيقة التوجه إلى المعسكر الشرقي هي خطوة تأخرت كثيرا، لأن التعاون بين دول المعسكر الشرقي وبين إفريقيا عموما دائما ينفض لصالح إفريقيا، ولكن الدول الأوروبية لا تعمل إلا على الدول الغربية لا تعمل إلا على مصلحتها الخاصة. لذلك فإن هذه الخطوات يعني حتى الشارع السوداني يباركها تماما، لأنها يعني تظهر للعيان نتيجتها في حتى في الأعوام السابقة. من أكبر داعمي التنمية في السودان هي الصين، يعني في كثير من المحافل وفي كثير من اللمسات التي تراها عيانا بيانا في التعاون الاقتصادي حتى في مجال البترول، هي الدولة الوحيدة التي يعني تحدث الولايات المتحدة ودخلت في مجال البترول في السودان. كذلك يعني روسيا هنالك كذبة يعني صدرها العالم بعد الحرب الباردة بأن روسيا انتهت، والآن أصبح العالم أحادي القطب فقط الولايات المتحدة، ولكن روسيا ما زالت لديها هذه القدرة على إحداث توازن حتى على مستوى القوى النووية الكامنة التي بالطبع ترعب أي يعني جهة، لأن الحرب النووية إذا قامت لن تبقي ولا تضر. لذلك فكذبة انهيار المعسكر الشرقي هي كذبة صدقها العالم وأصبح يسبح بحمدها حتى الآن، ولكن ما زالت روسيا يعني، والدليل على ذلك الآن كل ما يدور في الجوار الروسي الولايات المتحدة لا تستطيع حتى أن ترفع الفيتو ضده. لذلك هذه خطوات أنا أعتقد أنها خطوات ممتازة. نعم، وأعتقد أنها خطوات يعني بالتأكيد حتى إذا لم يكون لها تأثير داخلي يمكن أن يكون لها تأثير خارجي في المحافل الدولية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية التي يحتاج السودان عبرها أن يوضح ما يعني قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمردة من فظائع في السودان. نعم سيد كردفاني، علاقة هذه الزيارة بما حدث مؤخرا من يعني خلاف بوضوح، يعني خلاف حاد بين مجلس السيادة وبين المبعوث الأمريكي بريلو، يعني بسبب الذهاب إلى جنيف، هل له علاقة؟ هذا السؤال الأول. ثم هل سيضع حد يعني هذا الانفتاح على الصين وروسيا لما وصفها الجيش السوداني بالتدخلات السافرة في الشأن السوداني من قبل الولايات المتحدة والموقف الغربي عموما؟ أنا أذكر لك يعني موقفين أو عمودين أنا كتبتهم من قبل في عمودي. الأول هو كان عن أسميته بين عرفان وعرفان أين مصلحة السودان، وكنت أقارن بين صديقي بروفيسور عرفان نذير أوغلو سفير السودان في سفير تركيا في السودان، وبين عرفان صديق السفير السفير دولة سفير بريطانيا في السودان. قارنت بين يعني دعم الدولتين للسودان. مثلا تركيا، أنا هنا أعطي بهذا مثلا فقط، تركيا يعني تقدم ما 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 يعني ما قيمته المعنوية كبيرة وقيمته المادية أكبر للسودان دون تدخل في الشؤون الداخلية، ولكن بريطانيا لم تقدم أي جنيه استرليني للسودان فيما عدا دعمها لبعض المؤسسات اليسارية
التي تعمل على هدم المجتمع السوداني. لذلك فإن التدخل الأمريكي في السودان أيضا تدخل، يعني أنا لا أدري لماذا يفضل البعض مصلحته الشخصية حتى على فتاة موائد الولايات المتحدة التي تمنح بعض المنظمات ما قيمته عشرات الآلاف من الدولارات فقط لخلق نوع من الخلخلة في النسيج الاجتماعي السوداني ونوع من الرأي. الآن أنت في السودان إذا تحدثت عن الولايات المتحدة حتى العامة يعتقدون أنك تتحدث عن كبير، ولكن يعني الولايات المتحدة ليس لها أي يعني وضع مميز في السودان، يعني يمكن أن تضغط به على السودان. وفي الوقت نجد أن يعني دول الصين مثلاً، نعم. الصين يعني يوم ما كانت هي الداعم الأساسي سيد كردوفان المتحدة في السودان بما يعادل 800 مليون دولار في العام. نعم، ولكن هنا سؤال، يعني وبعد ذلك ليس لها تدخل في شأن السوداني. نعم.